طيب مزيد من التفاصيل، انا بينضم لي دلوقتي عبر السكايب في خلال فقره ترند اونلاين الاستاذ خالد علي المنسق العام ومدير النواحي اللوجستيه في نادي سان داونز من خلال بث مباشر مع قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا خالد. مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. فين تيشيرت الاهلي يا خالد؟ تيشيرت الاهلي، تيشيرت الاهلي موجود جوه يا محمد. تمام، بس النهارده عايز اقول لك الرساله مميزه بصراحه، يعني عايز اقول لك عملت رد فعل ايجابي من خلال السوشيال ميديا، والجميل كمان ان بيتسو موسيماني بيتكلم باللغه العربيه عشان الرساله تكون واضحه ومباشره وتوصل بسرعه سواء للجماهير او حتى لمؤمن زكريا. بالنسبه طبعا محمد، ده اقل حاجه نقدر نقدمها لنجم من نجوم الكره المصريه عامه ونجم من نجوم النادي الاهلي خاصه. مؤمن ياما متعنا في الملاعب، ودي رسالة دايما الكورة أو الرياضة بصفة عامة بتجمع مش بتفرق. خلينا نختلف أنا وإنت في أرض الملعب، خلينا إنت تكسبني أنا نكسبك، بس في النهاية دي كرة قدم. كرة القدم ما هي إلا رسالة بتوصل بتجمع بين الشعوب، ما بتفرقش. النادي الاهلي دايما بيعلمنا ان احنا ازاي الاخلاق الرياضيه والروح الرياضيه، دايما 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 بناخد السوابق او الحاجه السابقه اللي دايما في الرياضه. انا دايما مثل الاعلى هنا النادي الاهلي دايما بناخد ده موجود. لما اتكلمت مع كوتش بيتسو قلت له كوتش انا عايز منك رساله لمؤمن زكريا، ما ترددش لحظه، عملها قبل كده لنجم الوداد المغربي اشرف داري لما كان مصاب، فطبعا رحب جدا. كانت فكرتي انه يقولها باللغه العربيه. ما تتصورش قد ايه مجلس اداره نادي ماميلودي سان داونز، الاداره والمجلس الاداره ومن رئيس النادي قد ايه بيدعموا مؤمن زكريا في محنته، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يرجع اقوى واحلى من الاول، وان شاء الله نشوفه تاني في الملاعب علشان خاطر زي ما قلنا بيته واولاده اولا وجمهوره، واحنا في الاخير عشان تتمتع بالمؤمن يعني. طيب انا عايز ابارك كمان لفريق سان داونز على الثلاثيه مميزه خلال هذا العام، الدوري والكاس، وعارف كمان لولا الوقت ولولا زحمه المباريات كان في اكتر من لاعب ابرزهم كمان سيرينو وكابتن الفريق، كان بيبقى فيه فيديوهات ان شاء الله ده ممكن هيكون جاهز الفتره الجايه كدعم المؤمن زكريا باذن الله يا خالد. ان شاء الله محمد، كان سيرينو ان شاء الله ولومبو كيكانا ودينيس اونيانجو وتيم بازواني، دول ان شاء الله بنحضرهم وهيبقوا جاهزين. بالنسبه بنشكرك طبعا على تهنئه نادي ماميلودي سان داونز بالثلاثيه دوري. طبعا يا محمد احنا كنا جايين من ورا متاخر خالص 17 نقطه، وكان لنا مباريات متاجله من دوري الابطال اللي حضراتكم كنتوا السبب ان احنا خرجنا منها، فالحمد لله ان احنا قدرنا نوصل بالفرقه وحسمنا الدوري في اخر مباراه، خدنا بطوله التيلكوم كاب وخدنا اخر حاجه الاسبوع الماضي النت بانك كاب. شكرا على التهنئه، ونتمنى ان شاء الله نبارك للنادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا. بس حلو طريقه الكامباك اللي اتعملت في دوري جنوب افريقيا، يعني انت عارف على نفس الشاكله هنا في مصر النادي الاهلي لما بيكون عدد المباريات المؤجله كتير لا تؤمن او في النهايه مش قادر تقول الدوري ده رايح لفين، فاعتقد كانت نفس الامر لكايزر تشيفز كان عامل نتائج ايجابيه، لكن في اخر جوله قدر سان داونز بقى بنفس العزيمه بتاعه الاهلي، ويمكن ممكن بقى مباراته مع الاهلي شرب من نفس يعني خدوا الروح شويه في دوري جنوب افريقيا. قالها المدير الفني كوتش بيتسو موسيماني، قال انا دوري ابطال افريقيا اداني ثقه لعيبتي المباراه دي، قالها اخص لما كان بيلاعب كايزر تشيفز وكسبنا كايزر تشيفز لان كانت مباراه قبل اخر ثلاث جولات، فكان في فرق 6 نقاط، احنا كسبنا كايزر تشيفز 3 نقط، قال لهم ازاي دوري ابطال افريقيا اداني الخبره للاعيبتي وازاي تقف على الكوره وازاي تقف في الملعب. يعني احنا حطينا جون في اول ربع ساعه ولعبنا بقى اللي عارف انت يا محمد في الطريقه الدفاعيه وبنلعب على الكونتر اتاك، فلا كانت مباراه مميزه، واشاد بالموضوع ده، اشاد بدوري ابطال افريقيا ازاي لما بيلاعب الفرق العربيه فرق التقيله وبالاخص النادي الاهلي ازاي تكتيكيا، والفرق طبعا العربيه كلها يعني، بس انا بخص النادي الاهلي بما ان انا ننتمي للنادي الاهلي، ازاي بالاخص الفرق دي بتلعب كوره بتقف على كورتها، ازاي اللعيبه تقيله في الملعب، فده كتير فادوا. وقال انا ما ينفعش نتكلم دلوقتي
الدوري هيحسم في اخر جوله، وقد كان ان احنا كنا خسرانين 17 نقطه وناخد الدوري في فرق نقطتين يا محمد. طبعا انا بالنسبه لي الكامباك كان تقريبا زي النادي الاهلي، حاجه حصلت قبل كده. انا كنت على يقين ان انا الوحيد اللي قلت لهم ان احنا هنفوز بالدوري وبفرق نقاط. بعد ما الدوري انتهى ازاي كلموني، ازاي انت عندك الثقه دي؟ قلت لهم احنا دايما فريق بطل، لازم نتعامل زي الابطال. احنا نهايه الدوري مع نهايه صفاره الحكم في اخر مباراه، اكيد دي ده لازم يحسم الدوري هنا ناخد. قلت لهم، شرحت لهم النادي الاهلي كان في سنه من السنين، اعتقد السنه اللي فاتت، كان في فرق نقاط كتير، ورجع وصل اخذ بطوله الدوري الحمد لله. اكيد انت متفاعل على السوشيال ميديا، ودايما بشوف لك تغريدات على تويتر وعلى السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك الفتره الاخيره. السوشيال ميديا، هل في فرق شاسع ما بين الاداء الاعلامي هنا للسوشيال ميديا في مصر عن جنوب افريقيا؟ الحياديه، العداله، المعايير واحده، شايفها ازاي يا خالد؟ في مصر يا محمد كبيره جدا وتقيله جدا وعاليه جدا جدا، بس ما فيهاش نوع من الحياديه. بيبقى في بعض تراشق. احنا بناخد من السوشيال ميديا المصريه. السوشيال ميديا المصريه ما ينفعش حد ينكر دورها، هي نمره واحد في افريقيا، بل بتضاهي السوشيال ميديا العالميه. خلينا نتكلم فيها. احنا عندنا الفرق في جنوب افريقيا، السوشيال ميديا موجوده فعاله بس مش بنفس قوه السوشيال ميديا المصريه. هنا بيجي الفرق، هنا احنا بنختلف. تمام. لو فرقه انت تعرف ان كازا تشيفز بعت لنا جواب بيهنئنا بيه ببطوله الدوري العام بعد ما البطوله قعدوا 15 شهر الاول على الدوري. احنا قعدنا 5 دقائق الاول على الدوري، اخذنا البطوله. تشوف ازاي الروح الرياضيه، زي ما قلت لك يا محمد وكنت بنقول لك من قبل، لازم حتى جماهيرنا كل حد يبقى. احنا هنا علشان نشجع كوره، احنا هنا تمام. علشان نلعب كوره للكوره، وقلنا الكلام ده قبل كده. اكيد يا خالد، اكيد يا خالد. يا خالد انا بشكرك، ووصل تحياتنا بالتاكيد لمسؤولي سان داونز والبيتس وموسيماني على هذه التهنئه او على هذا الدعم الكبير لمؤمن زكريا. وبالتاكيد يا رب الفتره الجايه هيكون كمان في مشاركات معاك عشان نتكلم على فريق الوداد، لان بالتاكيد سان داونز كان عنده مباريات كتيره مع الوداد، وبالتاكيد عندك تفاصيل، بس ده ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه قبل المباراه المرتقبه ان شاء الله في منتصف اكتوبر. بشكرك يا خالد، وكل التوفيق ليك يا رب ان شاء الله. شكرا ليك. وبالتاكيد ده كانت فقره مهمه جدا، لان رساله الدعم من بيتسو ومن خلال نادي سان داونز بعد تحقيق الثلاثيه كانت رساله مهمه جدا لمؤمن زكريا. واتمنى يا رب تكون كل هذه الرسائل دعم وايجابيه الفتره الجايه بالنسبه للمؤمن للعوده سريعا لاسرته واهله واولاده، وان شاء الله كمان للكره المصريه خلال الفتره